غادي تقدم لكم هذا النهار الفريتس بطريقه اخرى. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على قناتي فنون الطبخ مع حنان. وكيف قالت لكم بنتي اليوم بغينا نوجدوا مع بعض لمحبي البطاطس واللي كتعجبهم البطاطس بزاف طريقه جديده وطريقه اخرى مغايره كتجي بحال داك الدجاج اللي كنستعملوه في واحد كنديروا واحد الخليط وكنغطسوه فيه تقريبا نفس الطريقه. ونخليكم مع الفيديو باش تشوفوا طريقه راه تجي رائعه. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. يلا نمروا مع بعض باش نوجدوا. غادي نمروا باش نشوفوا المكونات ديال هذه الوصفه. غادي نحتاجوا هنا البطاطا اللي غادي نقطعوها كما كتلاحظوا شويه غليظه اللي عزيز عليه مثلا الفريت رقيقه. هنا هاد الوصفه من الضروري اننا نقطعوا البطاطا شويه غليظه. انا خديت هنايا 5 ديال البطاطات شويه كبار وكيبقى الكميه على حسب عدد افراد الاسره. قطعت هنايا البطاطا درتها في الماء والملح وغادي نخليوها جانبا ونمروا نشوفوا المكونات. غادي نحتاجوا هنا كاس ديال العنبه ديال الدقيق عامر ونحتاجوا هنا كاس الا ربع كما غادي تلاحظوا ديال الحليب اللي يمكن لكم تعوضوه بالماء ولكن من الافضل انه تستعملوا الحليب في هذه الوصفه. غادي نحتاجوا هنايا معلقه كبيره ديال صلصه الطماطم الا ما كانتش متوفره يمكن لكم تستعملوا فقط تحميره. وهنا غادي نحتاجوا الملح ملعقه وكتكون على حسب الذوق. هنايا استعملت الهريسه يعني شحال ما كانت صراحه حاره كتجي لذيذه اكثر ولكن على حسب اللي بغى يستغنى عليها كيمكن له. وهنا راس معلقه ديال السودانيه وغادي نحتاجوا كذلك بيضه واحده 7 غرام ديال خميره الحلوى ونحتاجوا 2 معالق كبار اللي يكونوا عامرين ديال النشا اولا المايزينا. غادي نبداو نوجدوا الخليط. بسم الله غادي نديروا هنايا واحد البيضه ونضيفوا جميع المكونات هاد التوابل الملح هنا الهريسه السودانيه كما قلت لكم يعني من الافضل انها تكون حاره هاد الوصفه ولكن اللي وليداتو ما كيبغيوش الحرور او لا معزيش عليه الحرور كيمكن له يضيف كميه اقل. هنا 2 معالق كبار كما تلاحظوا معايا ديال النشا غادي نضيف هنا الحليب وغادي نحاول هنا نخلط. كيمكن لكم الا احتاجيتو يمكن لكم تزيدوا تضيفوا الحليب او لا تضيفوا الماء. القوام ديالها كيكون تقريبا بحال الكيكه او لا بحال البغرير. هنا غادي نضيف خميره الحلوى كما كتلاحظوا انا غادي نضيف فقط نصف الخنيشه. عندي الخنيشه فيها 14 غرام وكنحاول نديرها هنا في المصفات باش هكاك ما تكونش عندي محبه. صافي هنا غادي نخلط الخليط وغادي نشوف الا كنت محتاجه انني نزيد نضيف شويه ديال الحليب كنضيفو الا كانت الكميه كافيه. صافي هنا انا غادي نكتفي بهذيك الكميه اللي درت نتاع الحليب يعني كاس الا ربع ما غاديش نزيد نضيف الحليب. غادي نحاول نخلط هاد المكونات مزيان يعني حتى كتنسجم مزيان.
صافي هنا غادي نحيد هذا الطراب ديالي، وغادي نمر باش نضيف لها هنا هذيك البطاطا اللي نكون صفيتها من الماء. نضيف الكمية كلها ديال البطاطا، وغادي نحركوها هكا باش نحاولوا انها كتلبس كلها بهذاك الخليط اللي عندنا كما غادي تلاحظوا. وغادي نغطيوها بلاستيك الغذائي ونخليوها كتشرب هاد الصلصه هادي نصف ساعة حتى لساعة، يعني شحال ما تشربت لنا هاد الصلصة كتجي زوينة. ولكن في نفس الوقت ما غاديش نخليوها اكثر من ساعة، يعني الحد الاقصى كتكون ساعة. وإلا كنتم مزروبين كيمكن لكم تستعملوها مباشرة، ولكن من الاحسن ومن الافضل انها تشرب هاد الخلطة. هنا غادي نحاول نغطيها، هنا غادي نغطيها هكا بالبلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح حتى نمروا نوجدوها مع بعض تقريبا نصف ساعه. غادي ناخذ هنا 4 حتى 5 ديال المعلقات ديال الدقيق، غادي نضيف لهم فقط واحد راس معلقه ديال التحميره والقليل من الملح. اللي بغى يزيد يضيف السودانيه، انا ضفت بزاف زعما ديال الحرور في الداخل ديال البطاطا. صافي هنا غادي هذه هي البطاطا ديالنا، راني درت الزيت ديالي كتسخن كما غادي تلاحظوا. هنا الزيت ديالي راه تسخن، وانا غادي نجيب هنا هاد البطاطا، غادي ناخذ الدقيق اللي وجدته، ناخذ واحد الفرشيط هكا. صافي غادي نبقى ناخذ البطاطا من هاد الخليط، يعني ما تخافوش منها شحال ما كانت شاربه هاد الخليط وشحال ما معليش الا بقى فيها الخليط. صافي غادي ناخذو هكذا بالفرشيطه كنهزو وكندير واحد الكميه هنا ونمروها هكا في الخليط. وفي هاد الاثناء ديالنا الزيت راه كتسخن هكا لهاد الشكل هكا، وغادي نقليوها عادي بحال ما كنقليو البطاطا المقليه اولا الفريت بنفس الطريقه هكا. واخا كيبقى لكم فيها هكذا هاد الخليط وهاد الحبيبات معليش خليوهم راه ماشي اشكاليه. وغادي نمروا، مازال الزيت ديالي ما سخنتش، غادي نخليها حتى تسخن مزيان. صافي هنا كنبقى ندير هاد البطاطا كميه بكميه، حتى كنهز هاد الكميه اللي كتكون عندي هنا ونديرها في الزيت، عاد كندير كميه اخرى. كما كتلاحظوا راني كنستعمل اليد ديالي، اللي بغى يبقى يستعمل الفرشيطه كيمكن له. صافي هنا بديت كنديرها في الزيت، كما غادي تلاحظوا فقط هكا كنفضها شويه ونرمي في الزيت. صافي غادي نخليها حتى كتقلى ونديرها في الورق النشاف، عاد باش يمكن لي نقدمها. كيمكن لكم تقدموها بحال مثلا مع مرقه ديال الدجاج، يمكن لكم تقدموها هكذا مع السندويتشات، يعني يمكن لكم تديروها باستعمالات عديده. صراحه كتجي زوينه بزاف بزاف، كتجي لذيذه وكتجي مغايره يعني على الفريت العاديه، على البطاطا المقليه العاديه. نغيرو
نخليوها حتى كتحمر عاد كنحيدوها. هنا كما غادي تلاحظوا هذا هو اللون اللي بغيت البطاطس ديالي تاخذو، هكا اللون ذهبي ومقرمش، هذاك الخارج ديالها كما غادي تلاحظوا كيجي مقرمش ولذيذ بزاف. صافي هنا غادي نصفيها نحيدها هكا، وراني موجده هنا الورق النشاف ديال الطهي، غادي نديرو هنا نخليها تستقطر من الزيت. بحال هكا، وغادي نضيف كميه اخرى. الى لقيتوا راسكم محتاجين الدقيق يمكن لكم تضيفوا، كيبقى داك الشيء على حسب الكميه. الشكل ديال البطاطس المقليه ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا، يعني بطريقه جديده وبطريقه اخرى. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، راه تجي رائعه ومقرمشه من الداخل ومن برا كذلك، كتجي زوينه بزاف بزاف. ديك الحشوه اللي كنديروها فيها، اولا عفوا ديك الخليط اللي كنديروها فيه، كيعطيها واحد المذاق زوين بزاف بزاف. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها. ما تنساونيش بلي كومونتير ديالكم، لايكات ديالكم، اللي مازال ما شاركش مرحبا به. وما بقى لي غير نقول لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.